أبنائي الأعزاء، أسعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم. اليوم 21 من فبراير لعام 2020. النهاردة بإذن الله موعدنا مع المحاضرة 13 والأخيرة من محاضرات السيكولوجي، وهذه المحاضرة هامة جدا وهي بتختص بالستريس. وانا عاوز اقول حاجه مقدمه في الاول مهمه جدا، ان الورلد هيلث اورجانيزيشن اللي هي منظمه الصحه العالميه اقرت بشيئين: واحد، ان الستريس از ذا هيلث ايبيديميك اوف ذا 21st century، يعني الستريس هو ده وباء القرن الحادي والعشرون، مش كده وبس، واقر بان أكثر من 70% من الأمراض متعلقة بطريقة ما بالسترس. وعليه لو حضرتك متعرض للسترس بصورة دائمة فده حاجة في غاية الخطورة، لأنه it is a ticking time bomb، لأن احنا عارفين أن السترس may kill a man in less than 6 months. صور يعني major stress، مش اي stress طبعا، major stress ميكيل ايمان in less than 6 months. وعليه يجب ان الانسان يبذل كل جهد للتخلص من هذا الاسترس to save his life. وهنعتبر هذه المحاضرة هي مساعدة للناس اللي عندها ضغط عصبي ونفسي دائم في التخلص من هذا الاسترس. ولكن قبل ما ابتدي برضو موضوع الاسترس، فان لازم يعني نذكر هانز سيلاي. هانز سيلاي ده هو عبارة عن الفاذر اوف ستريس ريسيرش، ده الراجل اللي هو يعني معظم الحاجات اللي هنتكلم عليها بتعزى ليه. وده اتولد في فيينا في سنة 1907، والظاهر ان فيينا دي بتطلع كل الناس بتوع علم النفس زي سيجمون فرويد. وبعدين هاجر لكندا واشتغل في جامعة مونتريال، كان راجل بتاع اندوكرينولوجي ومعظم شغله على الاسترس على فكرة، وانتهى بانه عمل حتى الكنيديان انستيتيوت اوف ستريس، وتوفاه الله في عام 1982 عن عمر يناهز حوالي 75 عاما. فما نقدرش نشرح الاسترس من غير ما نذكر هانز سيلاي. هانز سيلاي ده مهم جدا في موضوع الاسترس. فنتوقع الله ونبتدئ محاضرة الاسترس، المحاضرة الأخيرة في السيكولوجي 13. الاسترس، وهو أنا كاتب لك هانز سيلاي اللي هو الفاذر اوف ستريس ريسيرش. نبتدي أول جملة بالديفينيشن، إيه تعريف الاسترس؟ الحقيقة التعريف بتاع الاسترس ده خد منهم وقت طويل عشان يعني ما فيش تعريف محدد قوي، انما يعني ابسط التعريفات اللي هو اخترناه: It's generalized non-specific body responses to stressors، يعني استجابة غير متخصصة عامة للجسم للضغوط النفسية. طب الضغوط دي بتشمل يعني لو لخصناها خالص هتبقى عبارة عن pressure، ضغوط او demands، احتياجات. طيب نبتدي النقطة الثانية وهي الستريسورز. الستريسورز دي may be real، يعني فعلا الواحد معرض لضغط نفسي، may be symbolic، يعني حاجة رمزية. واحد يقول لي طب اشرح لنا يعني ايه ضغط رمزي. يعني ساعات عارف في أزمة في كثير من الناس اسمها identity crisis، أزمة البحث عن الذات. واحد يقول لك مش لاقي نفسي، انا مش عارف انا امثل ايه للمجتمع ده، انا عاوز ابقى ايه. دي أزمة، بس هنا يعني هو طبعا مش لاقي نفسه، يعني بيدور على نفسه، فيعتبروها سيمبوليك، أزمة البحث عن الذات. أو ممكن تبقى imagined، حاجة متخيلها الشخص، زي الناس اللي عندها وساوس، يعني الهولوشوايز ده حاجة في دماغه هو بس، لكن ما فيش ستريس فعلي. طيب يبقى الستريسورز may be real، حقيقي، سيمبوليك، رمزي، أو imagined. إنما ممكن تقسيم الستريسورز، الضغوط النفسية، الى نوعين: sudden، يعني ضغط نفسي مفاجئ زي الكاتاستروفيك، حاجات كارثيه، events، زي الناتشرال ديزاسترز اللي هي المصائب العامه،
زي ايه؟ واحد يقول لي يقول لنا مثال ليها، زي الزلازل، زي الاوبئه، زي البراكين اللي بتنفجر، زي الاعاصير، زي كل الحاجات دي، او الفيضانات المدمره. طبعا دي حاجه صادم، بس دي بتبقى رير، فمش هنركز فيها قوي. الكاتاستروفيك ايفنتس اللي هي الكوارث العامه دي مش هنركز فيها. هنركز اكتر في الحاجات اللي بنتعرض ليها حضرتك وحضرتك وانا كل يوم، اللي هي الكرونيك ستريسز، اللي هو اللايف تشينجز اند سترينز. وزي ما بقول يعني احنا مثلا بنقوم الصبح اول ستريس، صور مئات الستريسز حسبوها، اللي هو مئات، ان انت ظابط الالارم المنبه، وساعات حتى انك انت تطفي المنبه، ده انت كده ما ازلتش الستريس انت، لان في انترنال كونفليكت انك انت متجاهل ولازم تقوم، وبعدين تقوم في ميعاد محدد وتظبط، تسمع البيب بتاع جهاز القهوه وانت بتعمل قهوه، لازم تنزل في وقت معين، وبعدين تنزل تلاقي بقى مشاكل المواصلات من اول ما تركب العربيه، البيب بتاع انك ما حطيتش السيت بيلت، وبعدين وانت سايق الاشارات، كل ده ستريس، الزحام اللي موجود، هتوصل في الوقت ولا لا، توصل الشغل، الشغل نفسه ستريس، انك انت زملائك، المتطلبات اللي لازم تعملها، والوقت، وعلاقتك برئيسك في العمل، وبعدين وانت في العمل نفسه بتفكر طيب ايه الحاجات اللي مطلوب ان انا اجيبها البيت، وهروح اخد الاولاد من المدرسه وما نسيتش. وده بتكلم يعني حصدوا وحسبوا مئات الاستريسز بيتعرض ليها الانسان في اليوم، غير الاستريسز اللي هي مش عاديه كل يوم، ان لا قدر الله العربيه تحصل حادثه، ووفاه شخص عزيز، او ما شابه، حاجات كتيره جدا. فحسبوا الاستريسز الكرونيك اللي بنتعرض ليها كل يوم مئات الاستريسز. فعشان كده قالوا ان الاستريسز ده هو وباء القرن الحادي والعشرون. منظمة الصحة العالمية قالت 70% من أكثر من 70% من الأمراض اللي بتيجي الإنسان بسبب هذا الاستريس، ولازم نتخلص منه. طيب تعال نشوف بقى إيه الكاركترز أوف ستريسفول إيفنتس. لازم تتميز ستريسفول إيفنتس بخمس حاجات. إنها تروماتيك، حاجة يعني يعني سيئة، ريكواير تشينج إن لايف. الايفنتس دي تحتاج الى ان الواحد يغير من طريقه حياته. انكنترولبل، مش قادر يتحكم فيها. انبريدكتبل، يبقى اتنين بالان، انكنترولبل لا يمكن التحكم فيها، وانبريدكتبل لا يمكن توقعها. وبعدين فيها بتعمل انترنال كونفليكتس، يعني لو تجاهلتها بيبقى في صراع داخلك نفسيا. ما باجي اقوم الصبح صوت المنبه اروح قافله، ده مش معناه ان انا كده ارتحت، انا فاهم ان كان لازم اقوم. يبقى دي الخمسة characteristics of stressful events. طيب نيجي لنوت مهمة جدا. الراجل اللي هو هانسي لاي قسم الستريسز إلى نوعين. إيو ستريس، يعني ستريسز مفيدة، good stresses، positive stresses. واحد يقول لي زي هو في positive stresses، زي الفيزيكال اكسرسايز، ما انت ما بتعمل اكسرسايز ده ستريس، بس ستريس مفيد لانك هتحسن صحتك. زي الاديوكيشن، الاديوكيشن ده ستريس، بس انت بتتعلم حاجة، زي الستريسز في الريليشن شيب. والنوع الثاني بقى اللي هو دي ستريس، ده الباد ستريس اللي هو بنسميه النيجاتيف ستريس، مش البوزيتيف زي الثاني. ولكن من غرائب الأقدار يا أولاد ان كومبليت ابسنس اوف ستريس، يعني الواحد لو تخيل عالم ما فيهوش اي ستريس، ده بوردم، يعني هيبقى حاجة مملة وسيئة وباد. يعني الستريس ده بينشط الإنسان بس بحدود معينة، كل شيء إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده. نبتدي بقى الجزء الأول في الموضوع المهم، وهو الكونتريبيوشن، الإسهامات الأساسية اللي عملها هانسي لاي، اللي هو الراجل قلت اللي كان نمساوي وكندي وعمل الكنيديان انستيتيوت اوف ستريس. فالرياكشنز، أو هناخد ده موضوع مهم جدا وبيجي نظري مهم جدا، الرياكشن أو ريسبونسز تو ستريس، اللي هو الاستجابات للضغوط النفسية، بنقسمها إلى مجموعتين: فيزيكال يعني استجابات بدنية، وسايكولوجيكال استجابات نفسية. ولسهولة التذكر في هذا الموضوع كل حاجة ثلاثة، يعني الاستجابات الجسدية الفيزيكال ثلاثة، البدنية والسايكولوجية ثلاثة. قبل ما نبتديهم حتى هناخد حاجة اسمها الجنراليزد أدابتيشن سندروم، وهذا التعبير مرة تاني خاص بهانسي لاي.
يعني ده تعبير. وكلمة ستريس حتى بما تعني في الطب اللي حطاه هانس سيلاي، الجنرالايزد ادابتيشن سندروم ده 3 ستيجز، يعني خد بالك التوابع البدنية 3، السيكولوجية 3، يبقى سهلة في الحفظ. والجنرالايزد ادابتيشن سندروم التكيف مع الستريسز 3 ستيجز. ايه هو الجنرالايزد ادابتيشن سندروم ده؟ ده the process described، الطريقة اللي وصفناها أو اللي بتوصف الـ body physiological responses to stress، يعني لما بنتعرض لضغط نفسي إيه التغيرات اللي هتحصل في الـ body. يبقى الـ generalized adaptation syndrome describes، بيوصف الـ body physiological response to stress، وبينقسم إلى الـ generalized adaptation syndrome اللي هو الجاس ده إلى 3 stages: الـ stage of alarm يعني التنبه، ثم الـ stage بعد كده of يعني أول حاجة alarm التنبه، وبعدين resistance مقاومة للستريس اللي هي بيسموها حتى الـ adaptation to stress. وبعدين لو معرفتش تعمل كده الـ stage الثالث، وده لا ينبغي أن يحدث، اللي هو الـ stage of exhaustion الإجهاد. مفروض أن أنا يحصل لي ريكفري، انما يحصل لي اكزوشن، دي حاجه مش مظبوطه. يبقى في كام ستيجز نعرفهم مع بعض؟ الارم اللي هو التحذير، وبعدين الريزيستنس المقاومه اللي هو الادابتيشن، وبعدين ستيج اوف اكزوشن. نبتدي باول واحد اللي هو الستيج اوف الارم، الارم رياكشن. ده انفولفز تعبير خدناه في الاوتونوميك نيرفس سيستم اللي هو الفايت اور فلايت سيندروم، ان احنا في اي ستريس بنقابله قصادنا حاجه من اتنين، يا اما تو فايت نتعامل معاه، او فلايت نهرب منه، ودي حاجه قلنا مش صح. طيب هنا بنقسمها الستريسورز الضغوط النفسيه الى نوعين: مايلد يعني حاجه خفيفه، زي مثلا الدنيا حر هوت روم، هيحصل ايه؟ ضربات قلبك هتزيد، زياده في الهارت ريت، نفسك هيزيد، زياده في الريسبيراتوري ريت، وسويتنج هتعرق. يبقى ده مع المايلد ستريسورز، وده لا يعنينا كثيرا. احنا يهمنا بقى السيفير ستريسورز، وناخد مثال هنا زي لانه مثال مش لطيف، وفاه عزيز، شخص عزيز عليك توفاه الله. هنا بنمر بتو فيزز، اول ما تتلقى خبر وفاه العزيز هتمر بتو ستيجز. اول حاجه شوك فيز، ان طبعا مفاجاه، فبيحصل تمبرارلي يعني مؤقت ديكريس في ريزيستنت تو ستريس، some level of shock يعني بيحصل لك شوك، يعني فعلا لو قسنا ضغطك هنلاقي ضغطك انخفض قليلا. يبقى ده في السيفير ستريسورز اول حاجه بتحصل شوك فيز، اللي هو عباره عن temporarily decreased في resistant to stress اللي هي some level of shock. بعد كده بقى هتتمالك نفسك وتبتدي الانتي شوك. مين بقى اللي هيساعدك على تحمل هذا الخبر؟ ما احنا قلنا الفايت والفلايت ده كان مرتبط بايه؟ بالسيمباثيتك ستيميليشن. هيحصل سيمباثيتك ستيميليشن، وضمن السيمباثيتك ستيميليشن هيشتغل ادرينال ميدالة، فتطلع 80% ادرينالين و20% نور ادرينالين. فده بقى بالعكس هيخرجك من الستيج اوف شوك، هيعلي ضغطك شويه. الواحد مع الخبر ده ضغطه هيعلى، هيزيد الهارت ريت، يزيد الارتيا بلاد بريشر، هيزيد المسل تون، وهيزيد الجلوكوز ليفل ان بلاد، لان احنا عارفين ان الادرينالين بيعمل جلايكوجينوليسيس في الليفر، يطلع جلوكوز، والجلوكوز ده ماده هتدينا طاقه. يبقى ده كان اول ستيج اللي هو الالارم رياكشن. واهم حاجه تفتكرها في الالارم رياكشن، حتى انا اعملها لكم بطريقه لطيفه، ايه الالارم رياكشن؟ مرتبط بالادرينالين. يعني الايه مع الايه؟ الالارم رياكشن مع الادرينالين. اهم حاجه في الالارم رياكشن ان هو لما قلنا خبر وفاه عزيز، ان الاول حصل صدمه شوك فيز، وبعدين انتقلنا للانتي شوك اللي اشتغل فيها السيمباثيتك نيرفس سيستم وشغل اديه مضله وطلع الادرينالين. لو ما قلتش في الالارم رياكشن سيمباثيتك ستيميليشن وانكريزد ادرينال مضله ريسكريشن، اهمهم 80% ادرينالين، يعني مش هتاخد اي نمره تذكر. اهم حاجه في الالارم رياكشن اللي هي السيمباثيتك ستيميليشن وانكريزد ادرينال مضله ريسكريشن، اللي هي هتطلعك من الشوك الى ان ضغطك يبتدي يزيد، بقى الانفعال مع خبر وفاه العزيز ده، والهارت ريت يزيد، ريسبيراتوري ريت تزيد، والجلوكوز ان بلاد يزيد. طيب تاني ستيج اسمه ستيج اوف ريزيستنس. ستيج اوف ريزيستنس، معلش انا هوضب شويه.
stage of resistance هنا هيحصل activation لل hypothalamo pituitary adrenal axis. وعلى فكرة هذا التعبير برضو اللي حطتولك في دايرة ده زي تعبير generalized adaptation syndrome اللي قالهم وحطوهم في الطب هو هانس سيلاي عمل نفس التعبير ده اللي هو ان الهايبوثالاموس تشغل بيتيوتري والبيتيوتري بدوريها تشغل ادرينال كورتكس فتطلع الكورتيزول وحتى سموه كورتيزول عشان طالع من الكورتكس وحتى ده يسموه الستريس هرمون. يعني نقدر نعرف حتى الليفل اوف ستريس اللي انت متعرض ليه مش بس بقياس الهارت ريت والارتيريال بلاد بريشر بقياس الليفل اوف كورتيزول في البلاد ده الستريس هرمون. وليه بقى بيساعدك في الستريس؟ لانه هذا الكورتيزول بيزود كل الانرجي برودوسينج سبستنس في البلاد بيزود الجلوكوز بجلوكونيوجينسيس بيزود الفري فاتي اسيد باللايبوليسيس ايفن بيزود الامينو اسيدز في الدم وهذا الكورتيزول عنده ويك مينرالو كورتيكويدز ويك الدوسترول لايك اكشن بيحتفظ بالسولت والووتر فده يزود الضغط. كل دي حاجات مهمه جدا عشان خاطر انت تريزيست الستريس ده. However لما يطول شويه الستيج اوف ريزيستنس البادي بيجينز تو ريبير اتسلف اللي هو عشان كده سميناه ريكفري او ادابتيشن فيبتدي الهارت ريت والارتيريال بلاد بريشر بيجين تو نورمالايز يبتدي يرجع للنورمال. وبرده نقطه مهمه جدا اذا ما قلتش في الريزيستنس ستيج ان اهم حاجه بتريزيست بيها الاستريس هي الهايبوثالامو بيتيوتري ادرينال اكسس اللي بينتهي بطلوع الكورتيزول اللي هو الستريس هرمون يبقى انت ما قلتش حاجه. يبقى اهم حاجه في الالارم رياكشن ان هو فايت اور فلايت يا اما تواجهها يا اما تهرب منها وده سمباثيتك ستيميليشن وزياده الادرينال مدلس كيشه اللي هو الادرينال. حتى قلنا الايه مع الايه الالارم رياكشن اوعى تنسى بيطلع فيها ادرينالين بينما الريزيستنس اهم حاجه اللي تقولها هنا الهايبوثالامو بيتيوتري ادرينال اكسس هيشتغل ينتهي بطلوع الكورتيزول. انتقل بقى للستيج الثالث واللي يعني يفضل ان احنا ما نتعرضش ليه. الستيج الثالث ده تبقى حاجه مش لطيفه ابدا اللي هو ستيج اوف اكزوشن انه البادي كيميكال ريسورسز بتبقى ار ديبليتد يعني الهرمونات مش قادر ما فيش عندك هرمونات تواجه بيها ما فيش نيوترينز في الدم تواجه بيها الحاله دي. طبعا الافضل انك ما تدخلش في الاكزوشن الافضل انك بعد الريزيستنس ستيج والادابتيشن انك انت يحصل لك ريكفري من الستريس زي ما قلنا انك تريكفر ما تدخلش في الاكزوشن. الاكزوشن ده كارثه ده قلت انه ميجور ستريس مي كيل ايمان ان 6 مانثس فالاكزوشن ليدز تو حاجه اسمها سايكوسوماتيك ديس اوردرز. سايكوسوماتيك ديس اوردرز يعني مرض نفسي جسدي يعني امراض نفسيه حاجات سايكايتريك سيتويشن ادت الى مرض عضوي بدني سوماتيك عشان كده سوما يعني بدن فسايكوسوماتيك ديس اوردرز. تصور بقى عندي هقول لك 7 حاجات هنا. تصور الستريس ده عامل ايه اللي الناس بتتهاون بيه كارديوفاسكولار ديس اوردرز امراض القلب والشرايين كورونري هارت ديزيز امراض في الشرايين التاجيه اللي هي بيموت بسببها ثلث الناس ستروك يعني شلل امراض في الشرايين المخيه اريثميا لخبطه في ضربات القلب هايبرتنشن كل ده بيحدث بسبب الاستريس. ادي اول حاجه في السايكوسوماتيك ديس اوردرز كارديوفاسكولار ديس اوردر اللي هي 1/3 اوف بوبيليشن بيموتوا بسببها ريسبيراتوري او ريسبيراتوري هنا انطقوها ريسبيراتوري برونكال اثما يجي لك اتاك وبرونكال اثما ربو شعبي جاسترو انتستينال تراكت بيبتيك ألسر الستريس يجيب قرحة في المعدة ألسيراتوف كولايتس ألسرز في القولون سباستيك كولون القولون العصبي نيجي بعد كده السكين ألوبيشيا إرياتا ألوبيشيا إرياتا اللي هي معناها في اللغة العربية الثعلبة بقعية يعني حتة في شعرك تقع كده تقوم من النوم تلاقي خصلة من الشعر وقعت أو الفيتيلايجو اللي هو الفيتيليجو اللي هو عباره عن المرض البهاق ان تلاقي حته في الجلد بقى لونها ابيض. السنترال نيرفس سيستم ممكن طبعا من الاستريس يجي لك هيديك او مايجرين اللي هو صداع نصفي. اوتو اميون ديزيزز تصور بتزيد الاميونتي بتتلخبط في الاستريس روماتويد ارثرايتس في المفاصل روماتويد او سيستميك لوبس اريثيماتوزس وبعدين ممكن يزود حتى نمره 7 مش مكتوب قصادك اندوكراينال
اللي هو تايب 2 دايابيتس ميليتس. تايب 2 دايابيتس ميليتس. حتى واحد يقول لي طب افتكرهم ازاي سايكوسوماتيك ديس اوردرز؟ انا عندي فكره لطيفه قوي. اهم فور برانشز بناخدهم في الطب اللي هم مين؟ كارديوفاسكولار ريسبيرتوري وسي ان اس واندوكراين. كارديوفاسكولار قلنا امراض الكارديوفاسكولار سيستم من اول كورونري لستروك لهايبرتنشن لاريثميا. سي ان اس هيديك ومايجرين. ادي الكارديوفاسكولار سي ان اس. طب نيجي الاندوكراين والريسبيرتوري. ريسبيرتوري برونكال اسما والاندوكراين تايب 2 دايابيتس ميليتس. بعد كده السكين تقع خصله من الشعر الوبيشيا ارياتا او بهاق اللي هو حته في تبقى تفقد اللون بتاعها. وبعدين بناخد بعد كده الجاسترو انتستينال تراكت قرحه في المعده قرحه في القولون قرحات مش قرحه واحده السيراتوف كولايتس او القولون العصبي. وبعدين عندنا الاوتو اميون ديزيزز اللي هو الروماتويد ارثرايتس والسيستميك لوبس ارثيماتوزس. يبقى تاخد الاربعه سيستم مهمين كارديوفاسكولار وسي ان اس واندوكراين وريسبريشن. وبعدين تاخد ثلاث حاجات تانيين اللي هم السكين والاوتو اميون والجي اي تي عشان تفتكرهم ازاي. طيب ننتقل لل فيسيولوجيكال ريسبونس تو ستريس. احنا قلنا ان الستريس هياثر على البدن. بعد ما اتكلمنا على الجنرالايزد ادابتيشن سندروم هياثر على البدن وقلنا اللاك نمبر هو رقم 3. في ثلاث حاجات هتحصل في الفيسيولوجيكال ريسبونس تو ستريس وفي ثلاثه سايكولوجيكال. يبقى ثلاثه بدني وثلاثه جسدي. نبتدي بالفيسيولوجيكال ريسبونس تو ستريس اللي هم عددهم 3. اول حاجه نيورو ترانسميتر ريسبونس. النيورو ترانسميترز المواد الكيميائيه اللي في النيرفوس سيستم هيحصل فيها ريسبونس. تاني حاجه اميون ريسبونس. تالت حاجه اندوكراين ريسبونس الهرمونات يعني الكيميكال ترانسميترز نمره 1 الهرمونات نمره 2 والاميون ريسبونس. ناخد النيورو ترانسميتر ريسبونس. الستريس بيزود 6 كيميكال ترانسميترز. طب واحد يقول لي هنفتكرهم ازاي؟ انا كل حاجه بقولها لك بطريقه سهله عشان تبقى ايزلي ميمورايزد. 3 و3 افتكر الادرينال ميدالا كانت بتطلع الكاتيكولامينز اللي هم مين؟ واحد قال لي انا فاكره ادرينالين ونور ادرينالين وللاوائل دوبامين. فادي 3 هيزيدوا اللي هم بتوع الادرينال ميدالا نور ادرينالين وادرينالين اند دوبامين. طب النور ادرينالين ده بقى هو الاهم كنيورو ترانسميتر لان ده بتاع السيمباثيتك. بيطلع سنترالي من السنترال نيرفوس سيستم من حته اسمها لوكاس سيريولس. سيريولس اللوكاس سيريولس معناها بالظبط اللي هي الموضع الازرق لو عاوزها في اللغه العربيه اللي هو البلو سبوت. وده موجوده في البونز ودي المكان الاساسي اللي بيطلع نور ادرينالين سنترالي من السنترال نيرفوس سيستم. لكن طبعا احنا عارفين النور ادرينالين بيطلع كمان بريفرالي من الادرينال مضله 20%. يبقى اول حاجه النور ادرينالين وبعدين بيطلع الادرينالين والدوبامين. ادي ثلاثه حفظناهم مع بعض اللي هم بتوع الادرينال مضله نور ادرينالين وادرينالين ودوبامين. طب والثلاثه التانيين سيروتونين جلوتامين اند كورتيكوتروبين ريليسينج هرمون. يبقى سيروتونين جلوكامين وكورتيكوتروبين ريليسينج هرمون. طب في نيورو ترانسميتر واحد بيقل في اثناء الاستريس وده بيجي سؤال ام اس كيو اللي هو الجابا اللي هو الجاما امينو بيوتيريك اسيد. وعارف ليه بيقل؟ فكر لان ده افتح ودانك ده انهيبيتوري كيميكال ترانسميتر واحنا في الاستريس عاوزين اكسايتيشن. فالانهيبيتوري كيميكال ترانسميتر اللي بيجي في الام اس كيو اللي هو الجابا جاما امينو بيوتيريك اسيد بيقل. ده الوحيد. يبقى 6 يزيدوا 3 و3 3 بتوع الادرينال مضله 3 تانيين وواحد يقل اللي هو الجابا. نيجي بقى تاني حاجه في الاستجابات البدنيه للستريس. قلنا اول حاجه نيورو ترانسميتر، تاني حاجه الاميون ريسبونس. تصور الاميونيتي بتقل ليه؟ لان احنا خدنا ان الكورتيزول بيزيد اللي هو الستريس هرمون. وهذا الكورتيزول لو كنت فاكر كان بيقلل الليمفوسايتس اللي هم ايه؟ اللي هم الاميون سيلز التي والبي. ف 100% ادام زاد الكورتيزول هيقلل الليمفوسايتس خدناها في الاندوكراين يبقى هيقلل الاميونيتي فيصبح الشخص مور سسبتبل اكثر عرضه للانفكشنز الالتهابات. الكانسر بيزيد بسبب الاستريس لانها بتنقص الاميونيتي. والهارت ديزيزز قلناها مره تاني. طيب ثالث حاجه اندوكراين ريسبونس تو ستريس. شوف بقى الهرمونات اللي بتزيد قلناها. فاكر في الاكيوت رياكشنز اللي هو قلنا الالارم ريسبونس. فاكر الالارم اول ستيج فيها الالارم قلنا كان بيشتغل ال
sympathetic nervous system, بيحصل stimulation of sympathetic nervous system. وقلنا sympathetic بيشغل أدرينال مضلة فيطلع الأدرينال والنور أدرينال اللي هيعملوا إيه دول؟ هيزودوا الهارت ريت, respiratory rate, arterial blood pressure, هيدايليتي البيوبل, وبعدين هيحصل sweating. sympathetic بيعمل sweating, الواحد فعلا في الاسترس بيعرق. يبقى ده في الأكيوت رياكشن. وتاني حاجة ان بيحصل استيميليشن للهايبوثالامو بيتيوتري ادرينال اكسس, قلناها اللي خدناها في الريزيستنت فيز. يبقى دي خدناها في الالارم فيز ودي خدناها في الريزيستنت فيز. فدي بتطلع من الادرينال كورتكس اكتر من 30 ستريس هرمونز. 30 ستريس هرمونز, لكن طبعا اهمهم مين؟ الكورتيزول. مور ذان 30 ستريس هرمونز اهمهم الكورتيزول, لكن بيزيد كمان الكورتيكوتروبين ريليسينج هرمون اللي بيطلع من الهايبوثالاموس, فبدوره يطلع الاي سي تي اتش اللي بيطلع من البيتيوتري, اللي بدوره يطلع الكورتيزول. واحنا عارفين الكورتيزول كان بيطلع ليه في الـ في الـ في الـ في الريزيستنت فيز عشان يدينا نيوترينز, يزود الجلوكوز بالجلوكونيوجينسيس في فاتي اسيد بالليبوليسيس والامينو اسيد لانه كاتابوليك. في الكرونيك ستريس مره تاني بقى مين اللي بيزيد؟ الكورتيزول. وطبعا انتوا فاهمين ان الكورتيزول ده استيرويدز بحرف الاس, وانا كنت علمتها لكم الاستيرويدز بيبقوا اس لو ان اكشن. ففي الكرونيك ستريس اللي هو عاوزين حاجه تقعد مده طويله يبقى الكورتيزول. انما في الاكيوت اول واحد يطلع مين؟ الادرينال, لانه ده نون استيرويدال, بيبقى ده عباره عن الكاتيكولامين ذا سريعه في الاكشن, فبيطلع الكورتيزول. هذا الكورتيزول بيعمل دامج في الهيبوكامبس, حته في النيرفس سيستم. هيبوكامبس بيبقى شكلها زي حصان البحر, فعشان كده حتى ترجمتها الى العربيه حصين, يعني حصان صغير, او بيبقى شكله عامل زي قرن امون. يعني هيبوكامبس في العربي معناها حصين او قرن امون. وده لما بيبوظ الهيبوكامبس بيحصل للشخص اللي هو معرضه للستريس, ديبريشن, اكتئاب, وانكزايتي, توتر. خد بالك بقى ايه عيوب الكورتيزون انه يزيد. خطير جدا الكورتيزول. ليه الستريس خطير؟ عشان زياده الكورتيزول, اوعى تنساه. هذا الكورتيزول بيزود الابيتايت ويعمل اوبيستي. والاوبيستي من انهي نوع بقى؟ سنترال اوبيستي في البطن, لان احنا عندنا نوعين من الاوبيستي. اوبيستي في البطن يبقى الواحد شكله عامل يسموها زي ابل, زي التفاحه, او في الارداف هنا تحت يبقى شكله زي الكمتريه, يبقى البير. اللي خطير ان الواحد يبقى عنده كرش. فالكورتيزول فاكرين كان بيعمل مون فيس وبافلو بادي, بيعمل كرش. الفاتس اللي هنا دي اللي بتاثر على القلب. يبقى الكورتيزول بيزود الابيتايت, هيعمل نوع خطير من اوبيستي يؤدي الى هارت ديزيز. وزائد ان قلنا الكورتيزول بيعمل تايب 2 دايابيتس ميليتس, حاجات خطيره جدا, وبيخلي العضلات بيعمل كاتابوليزم للماسلز, فالعضلات تبقى ضعيفه, ماسل ويستنج, وبيعمل في البونز اوستيوبوروزيس. حتى كنت قلت لكم التعبير ان الكورتيزول ده من اخطر الحاجات, بكميات معينه اتس اسينشال فور لايف, تصور, لكن لما يزيد انقلب لكارثه هذا الكورتيزول. اوبيستي من النوع الوحش, السنترال ابل تايب اللي يعمل هارت ديزيز, تايب 2 دايابيتس ميليتس, العضلات تهن, ماسل ويستنج, واوستيوبوروزيس. ولا تنسوا اقول لكم حاجه مهمه جدا, لو لاحظت في الداتا ستيجز الارم ستيج مين يشتغل؟ الادرينال مضله. طب وفي الريزيستنت ستيج اللي عاوز مده مين يشتغل؟ ادرينال كورتكس, طلعت الكورتيزول. يبقى اظن انت فهمت مين الستريس جلاند ان يور بادي الاساسيه. اتيد ادرينال جلاند بشقيها, المضله في الالارم ستيج يطلع الادرينالين, والكورتكس في الريزيستنت ستيج يطلع الكورتيزول. وعشان كده الادرينال جلاند is the only gland which is essential for life, الغده الوحيده اللي essential for life. لا نستطيع ان نجابه الستريسز اوف لايف واللي عدتها لك لما ليست الستريسز دي مئات بدون الادرينال مضله والادرينال كورتكس. فتبقى فاهم اهي القصه بتاعتها. هو كاتب لك في الاخر اهو بتعمل ايه. الكورتيزول بيزود الابيتايت ويعمل اوبيستي تايب 2 دايابيتس ميليتس, وبعدين بيعمل ماسل ويستنج و اوستيوبوروزيس. ولا تنسى طبعا الكارديوفاسكولار ديزيزز اللي هي بتقضي على طوله البشر. طيب ننتقل لكلام اسهل بقى, سايكولوجيكال ريسبونسز, يعني الاستجابات البدنيه. يبقى برضه ثلاثه, مش عاوزك تتو. يبقى الجنرالايزد ادابتيشن سندروم كانوا ثلاثه ستيجز, الارم,
ريزيستنس اكزوشن لما يصحش يحصل. الحاجات البدنيه كانوا ثلاثه، نيورو ترانسميتر والاميون ريسبونس والاندوكراين. السايكولوجيكال برضو ثلاثه، يبقى موضوع الريسبونسز لطيف انه ثلاثه في ثلاثه، ثلاث كلمات هتتكلم عليهم جنرالايزد ادابتيشن سندروم في ثلاثه ستيجز، الفيزيكال ريسبونسز ثلاثه والسايكولوجيكال ثلاثه، ثلاثه في ثلاثه اظن ما تجيش الطف من كده حاجه عشان تفتكرها في الامتحان. نيجي بقى السايكولوجيكال ريسبونس، اول حاجه ايموشنال ريسبونسز اللي قلناها جنرالايزد ادابتيشن سندروم اللي هو الالارم رياكشنز، فايت اور فلايت، يا تواجه يا تهرب. ده ممكن يؤدي الى فير، خوف، وانجري يعني غضب. But if the stressor is long، لو الستريس طويل او ريبيتد، في الاخر الواحد بيحصل له irritability يعني متهيج، anxiety توتر، وديبريشن مكتئب. تاني تغير في الثلاثه بتوع السايكولوجيكال cognitive responses. cognitive يعني تغير في الادراك، decrease في thinking، مش قادر تفكر، في الاتنشن، في الانتباه، في الكونسنتريشن، في التركيز، في الديسيجن ميكينج، في اخذ القرارات، في الابيليتي تو سولف ا بروبلم، في حل المشاكل، امبير جادجمنت، مش عارف احكم على الشيء حكم مظبوط، والبيرسون يبقى في هذه الحاله امبالسيف يعني اندفاعي، او يزيد البري اوكيوبيشنال باي بروبلمز انه مهموم بالحاجه اللي عامله له ستريس. ريسبونسز تغير في الادراك، لا عارف افكر ولا انتبه ولا ركز ولا اخد ديسيجن ولا حل مشكله ولا عندي امبير جادجمنت، حكمي على الامور معتل، والبيرسونز امبالسيف ممكن يبقى اندفاعي وبري اوكيوبيشن سيطر عليه المشكله معوقه حياته. ثالث حاجه بقى بيهيفيرال ريسبونسز، قصادك حاجه باتنين في البيهيفير، تتصرف ازاي في الحاجات السايكولوجيكال، يا اسكيب تهرب، او اجريشن تواجه بطريقه عنيفه ودي حاجه برضو سخيفه. يبقى ده السايكولوجيكال ريسبونسز تو ستريسز، حاجات صعبه قوي، ايموشنال كوجنيتيف اند بيهيفير ريسبونس. لو زاد السايكولوجيكال والفيزيكال يعني ديسفانكشن قوي، يحصل لك حاجه اسمها بيرن اوت. يبقى البيرن اوت هو باترن للشخص فيه الفيزيكال، الثلاثه الفيزيكال والثلاثه السايكولوجيكال ديسفانكشن، بتصل بتزيد جدا، زياده الباترن، انكريس باترن اوف فيزيكال اند سايكولوجيكال ديسفانكشن، الفانكشن زادت قوي، فالواحد يحصل له حاله اسمها بيرن اوت. وطبعا بيرن اوت يعني مش هنترجمها احتراق كامل، يعني معناها منتهى الاجهاد النفسي والبدني. ده يحصل امتى؟ لو كان كرونيك ستريس او ريبيتد ستريس. طب وهيؤدي ايه بقى في هذه الحاله؟ هيؤدي الى انديفرنت، يعني الشخص يبقى غير مبالي، ديس انجيجمنت غير متداخل، امبالسيف يعني اندفاعي، اكسيدنت برون ممكن يعمل حادثه، يعمل مشاكل في الشغل، دراج ابيوز يعني يدمن للدراجز، او ديبريشن. طب واحد قال لي تعرف تفكرها لنا بطريقه لطيفه، قلت له اه، هناخد السته دول اللي هم البيرن اوت 2 2 2، هناخدهم كالاتي، 2 بحرف الدي دراج ابيوز، ودي 3 بحرف الدي اسف، دراج ابيوز وديبريشن وديس انجيجمنت، ادي 3 اهم تفتكرهم بالدي وحاططها لك، ديس انجيجمنت ودراج ابيوز وديبريشن، وبعدين 2 يا اما غير مبالي خالص بحرف الاي، يا انديفرنت يعني مش مبالي، يا اما بالعكس اندفاعي امبلسز، وبعدين تعمل مصيبتين اكسيدنت برون وجوب بروبلم، مشاكل في القياده ومشاكل في العمل. يبقى 7 اهو خدناهم ازاي، طل نحفظهم تاني مع بعض بطريقه لطيفه، 2 بحرف الاي، يا اما مش مبالي خالص في البيرن اوت انديفرنت او اندفاعي امبلسز، ادي 2 بحرف الاي، وبعدين 3 بحرف الدي ديس انجيجمنت يعني منفصل نفسي عن الموضوع، ديبريشن ادي تاني دي، ودراج ابيوز اللي هو استخدم دراجز، ومصبتين اكسيدنت برون عرضه للحوادث او جوب بروبلم. طيب تقل بقى، خدنا مشاكل الستريس الفيزيكال الثلاثه والفيسيولوجي السايكولوجيكال الثلاثه والجنرالايز ادابتيشن سندروم بالثلاثه ستيجز، فاكرهم الارم resistance and exhaustion. ناخد الاهم بقى، how to cope with stress، نتعامل ازاي مع الاسترس، stages in coping with stress، وده سؤال نظري مهم جدا.
هنا في 6 ستيجز تو كوب وذ ستريس. واحد يقول لي طب هنحفظهم ازاي 6 ستيجز؟ انا اقولها لك بطريقه سهله كطريقتنا. يبقى 2 قبل و2 اثناء الحل و2 بعد الحل. 2 قبل الحل. قبل بقى ازاي يعني اي واحد عنده ستريس يتعامل مع الستريس. حضرتك لما تلاقي روحك في ضغط نفسي بسبب مشكله، اول حاجتين قبل ما تبتدي الحل 2 قبل و2 قلنا اثناء و2 بعد. 2 قبل assessment يعني تقييم. يعني ايه اقيم؟ identify حاجتين، تعرف على حاجتين. ايه السورسز اوف ستريس اللي هما الستريسورز، ايه الحاجه اللي عامله لي ضغط نفسي، وايه الايفكتس، ايه تاثير هذا الستريسور عليا؟ هل تاثير فيزيكالي او تاثير سايكولوجي ان انا ديبرست؟ يبقى تعرف على حاجتين، السبب والنتيجه، السورسز والايفكتس. وبعدين جول سيتنج، ان انا اليست، اعمل ليست، اتصور لازم اقعد كده اكتب مين الستريسورز اللي هو السبب ومين الستريس ريسبونسز النتيجه اللي عندي. وليه بعمل كده؟ هقول لك ليه. عشان لازم اديفاين انهي ستريسورز ار وانهي ستريسورز ار نوت تشينجبل. يعني في ستريسورز ممكن اتخلص منها وفي ستريسورز مش ممكن. يعني لو الستريس مثلا بسبب ان انا ساكن في حته فيها ضوضاء رهيبه اعزل، لكن في ستريسور مش هقدر اتخلص منه، مثلا لو كان لا قدر الله قلنا خبر وفاة عزيز مثلا، دي هتخلص منها ازاي؟ يبقى أول حاجتين عملتهم إنك حددت، عملت assessment تقييم، وعملت goal setting list بحاجتين، بل بالسبب السورسز اللي هما الستريسورز والإفكتس اللي هما الريسبونس، وقلت إيه اللي أقدر أشيله وإيه اللي أقدرش أشيله. نيجي بقى طب هتصرف إزاي بقى؟ ده قبل، نيجي الاتنين أثناء. planning، أحط list of specific steps to be taken، إيه الـ steps اللي هعملها عشان خاطر اخلص من هذا الاسترس. وبعدين واعمل اكشن، مش احط لسته وبس. implement coping plan، يعني ايه هنا معنى كلمه implement؟ implement هنا بتعني تنفيذ وتعهد، ان انا مش بس احط لسته بهعمل ايه الستبس، وتعهد بالالتزام بهذا البلان، خصوصا لو رحت لدكتور امراض نفسيه واتفقنا على بلان معين. طب 2 بعد بقى عملنا الحاجات دي، لازم every now and then نعمل evaluation تقييم. هل اللي انا عملته ده كان مجدي ولا غير مجدي؟ determine the changes، التغيرات اللي حصلت في السبب في الستريسورز وفي النتيجه الستريس ريسبونسز. واذا لقيت انها مش جايبه نتيجه قوي لازم اغير، يبقى اعمل adjustment، alter the coping method to improve results، اغير الحكايه دي عشان احسن results. اظن طريقه سهله في تذكر واحد من اصعب الاسئله coping with stress. يبقى 2 قبل هت adjust يعني identify، وبعدين جود سيتنج تليست، تكتب الليست بايه؟ بحاجتين، السورسز السبب اللي هو الستريسورز والافكتس اللي هو الستريس ريسبونس. طب الاثنين اللي هعملهم بقى فعلا ابلان، احط لسته بسبيسيفيك ستيبس واتعهد الاكشن الامبلمنت بهذا البلان. طب وبعد كده كل شويه اعمل ايفالويشن تقييم وعليه تعديل، ادجستمنت تعديل للنتيجه. طيب نيجي بقى، طيب واحد يقول لي انت قلت لنا الاكشن، ايه الاكشن اللي هو الامبلمنتس الكوبينج بلان؟ يعني ايه الميثودز اللي هعملها عشان خاطر اكوب مع الاسترس؟ الميثودز دي حاجه من 4، حتى انا جايب لك اهو السهم، يعني ده الاكشن اهو. الاكشن ايه الحاجات اللي هتاخدها؟ حاجه من 4. كوجنيتيف، كوجنيتيف يعني تغير في ادراكك، تعتبر الاسترسور ده بدل ما هو ثريت تهديد تعتبره تشالنج في الجمال. يعني بدل ما اعتبر حاجه بتهددني، لا تشالنج يعني تحدي عاوز اتغلب عليه، ده اسمه يعني احد الحلول الادراكيه كوجنيتيف. الثينكينج اوف ستريسورز، افكر في الستريسور والحاجات اللي عامل لي ضغط دي انها مش حاجه بتتهددني، ده حاجه انا بتحداها واتغلب عليها، تشالنج. طب نمره 2 ايموشنال، سيكينج سوشيال سبورت، يعني ادور على مؤازره اجتماعيه من الاقارب والاصدقاء، دي تساعدني في الحل، وادفايس يدوني راي. طب نمره 3 بيهيفيرال، تايم مانجمنت بلان اند لايف تشينجز، زي ما قلت ان انا ساكن في حته فيها ضوضاء، يبقى اتخلص من هذه الضوضاء ان انا اعزل
ليه صديق بيعمل لي ستريس يبقى صداقته نيجاتيف بيرسون بيديني تملي اشارات سلبيه بنقص الصداقه دي، يبقى بعمل تايم مانجمنت ولايف تشينج، اغير اي حاجه في حياتي. ان انا ركوب العربيه بيعمل لي ستريس في السواقه، اخد تاكسي او اركب مواصلات عامه. يعني ده اسمه بيهيفير. نيجي فيزيكال بقى، ريلاكسيشن تريننج، اتعلم ان انا ريلاكس. بمعنى في ناس مش عاوزه تضيع دقيقه في الشغل، ده بالعكس انت كده يعني هتحط روحك في ستريس. هنا كل الناس ما تشتغل مثلا في الشغلانات اللي فيها مجهود بدني، لازم كل مثلا ساعتين ثلاثه يدوهم فتره، وبعدين بيدوهم حاجه اسمها لانش اور. فكره انك تشتغل على طول شيء على طول دي بتحطك في ستريس، يبقى تحاول تعمل ريلاكسيشن. وبعدين اكسرسايز الفيزيكال، ما هو ده بيسموه ورك اوت، يعني لما تلعب رياضه بتطلع اللي جواك. وميديتيشن، ميديتيشن معناها ايه؟ يعني تامل عميق كده، اقعد مثلا زي واحده بيمسك سبحه ويقعد يسبح كده ويقول ايات وحاجات من هذا القبيل، فده تقلل الريلاكسيشن بتاعته. يبقى دي الاربع طرق، ده هاو تو كوب وذ ستريس. نيجي فاكتورز افكتنج كوبينج وذ ستريس، ايه العامل اللي تاثر في الكوبينج وذ ستريس؟ حاجتين، يا انترنسك يا اكسترنسك. حب النظام قوي. قبل ما نبتدي في عوامل داخليه، انترنسك يعني ريليتد للانديفيديوال نفسه، افتكرها. الانترنسك حاجه ريليتد ليك انت، الانترنسك انديفيديوال اهو، والاكسترنسك واحد تاني بره غيرك. طب عشان نخلص بالاكسترنسك اللي هي يساعدك على الاستريس، الاكسترنسك ده اللي هو زي ما قلنا المؤازره، سوشيال سبورت سيستم. يبقى الاكسترنسك هتشرح فيها حاجه واحده، يبقى ما تنساش سوشيال سبورت سيستم، مؤازره اجتماعيه. نيجي بقى الانترنسك فاكتور. الانترنسك فاكتور ست، برضو طالب يقول لي عندك طريقه تساعدنا بيها نفتكر؟ اه انا اعملهم لك بطريقه لطيفه. ثلاثه باللون الاصفر وثلاثه باللون الاحمر. ثلاثه باللون الاصفر اقول لك ايه الرابط ما بينهم عشان تفتكرهم بطريقه لطيفه. حاجات كلها انبورن، يعني مولود بيها، مورثه، صعب تغيرها. اما الثلاثه اللي باللون الاحمر فدي حاجات مكتسبه، اكواير، ممكن اكتسبها، ممكن احسن نفسي فيها. فدي العوامل الداخليه اللي في حضرتك، الانترنسك يعني انديفيديوال ريليتد بحضرتك، اللي بتؤثر في تعاملك مع الاستريسز. نبتدي بالانترنسك، الحاجات اللي مش ممكن تغيرها اللي هي الانبورد، المورثه، جينيتك فالنرابيليتي، يعني انت الجينات بتاعتك ما بتتحملش الاستريس. فالنرابل يعني هش او عرضه يعني الاصابه. طيب دي بتؤثر بدوريها في ايه بقى؟ في التايب اوف بيرسوناليتي. الشخصيات نوعان في الدنيا، في تايب A وتايب B. فانا عاوز اشوف ايه تايب A ده وايه تايب B، هنشوفهم مع بعض. تايب A ده بسميه شخص مركز. تايب B بلغتكم اللي ساعات بقت دلوقتي في لغه سوقيه، منفض. يبقى واحد مركز والتاني منفض. نيجي تايب A اللي هو مركز، ده less tolerable to stress، لا يتحمل الستريس، و difficult to relax، صعب يريلاكس. تايب بي اللي منفض بالعكس، more tolerable to stress، اكثر تحمل الستريس، و able to relax، يقدر يريلاكس في وجود الستريس. طيب ليه تايب ايه بقى بهذه المواصفات؟ لانه perfectionist، عاوز كل حاجه بالقلم والمسطره في اكمل صوره، فطبعا دي عامله له ستريس، مش قادر يتعامل مع ستريس ومش قادر يريلاكس. وبعدين سنس اوف تايم ايرجنسي، حاسس الوقت مهم جدا وما نضيعش الوقت وحاجات من هذا القبيل. وعليه في الاخر هذا الشخص لسوء الحظ مور فالنربل، اكثر عرضه لانه يجيله كورونري هارت ديزيز، امراض الشرايين التاجيه. ان ده المركز، عكسه المنفض بقى اللي هو تايب بي، مور تولربل ستريس، بيتحمل ستريس، able to relax، وبالتالي قادر يريلاكس بوجود الاستريس. no feeling of guilt، مش حاسس ان هو غلطان في حاجه او دي سببه. و not easily aroused by anger، يعني ما عندوش ايقاظ ويغضب ويتنرفز، ما فيش الكلام ده. طيب ثالث حاجه برضو inborn تولدنا بيها، اللي هي البيرسون لوكس اوف كنترول. يعني لوكس من كلمه يعني located، يعني وضع، يعني فين سبب المشكلة؟ الأشخاص نوعان في تشخيصهم لسبب المشكلة، بيرسون لوكس اوف كنترول. في واحد يقول لك انترنال لوكس اوف كنترول، يعني
يأتريبيوت النيجاتيف ايفنت اللي هي المشكله اللي عامله له ستريس تو ذيم سيلفز، انه متصور انترنال. انترنال يعني جوه، يعني جواه هو. يبقى حتى اقولها لك برضو، ان مع ان الانترنال لوكس اوف كنترول بيعتبر مشكله انديفيديوال ريليتد ليه، هو سبب مشكله وعليه. ادام هو سبب المشكله يبقى الشو ديبرست هيلبليس ريسبونس، يجي له اكتئاب وحاسس مش قادر يعمل حاجه. الثاني بقى الاكسترنال لوكس اوف كنترول اللي هو الكنترول بتاع المشكله مش جواه، مش انترنال انما ده اكسترنال اهو. يبقى الانترنال في الانديفيديوال، الاكسترنال اكسترنال فاكتورز، ان هو لنيجاتيف ايفنتس براه هو، ربنا هو سبب المشكله، يعني هو اللي قدر المشكله، مش قصدي سببها يعني قدر بيها، ديستني قدر، ماجيك حد عامل له سحر، تشانس حظه عاسر، المهم هو ملوش دعوه بالمشكله، المشكله سببها حاجه بره وعليه. يبقى هذا الشخص طبعا ليس ديبرس. ديبرس ليه؟ ما مش هو سبب مشكله. يبقى دول التلات عوامل اللي هم انبورن، انت مولود بيهم، مورثين ما تقدرش تتعامل معاهم، اللي هي الجينيتك فيلنرابيليتي، ان انت الجينات بتاعتك، ودي ادت الى انك تبقى في تو تايبس اوف بيرسوناليتي وتو تايبس اوف بيرسون لوكس اوف كنترول. تايب A اللي هو قلنا مركز، وتايب B اللي هو منفض، وبعدين انترنال لوكس اوف كنترول اللي هو انديفيديوال المشكله فيه هو، وانما اكسترنال مشكله بره عليه ما يبقاش ديبرس. نيجي ناخد ثلاث حاجات بقى مكتسبه وبالتالي يمكن التعامل معاهم. problem solving abilities، مقدره على حل المشكلات، ده ممكن نعلمك ازاي تحل المشكلات. past experience with event، انك انت عندك خبره سابقه في مع الاستريس دي، طبعا اللي تعرض لنفس الاستريس قبل كده عارف يتعامل معاه غير اول واحد اول مره. وبعدين ديفنسيف ميكانيزمز اللي هي قلنا الحيل الدفاعيه العقليه اتكلمنا عليها، زي ايه؟ دي بتريديوس التنشن، يعني بتقلل التنشن، زي الدينايل، بس دي اسوأ حيله، انك انت تنكر تماما، تتجاهل ان في مشكله. ولا الناس عاد بتبقى كويسه لما تبقى مشكله لا حل لها، احد الحلول ان احنا ما نفكرش فيها، زي الناس اللي عندها كانسر اهو، ده ستريس رهيب، فقلنا من ضمن الحاجات نعمل دينايل. بروجكشن يعني اسقاط، وحكيتها لكم، يعني قلت زي الراجل الزوج رئيسه في العمل بهدله، فهو يسقط الكلام ده يبهدل زوجته، وزوجته تبهدل الولد الكبير، والولد الكبير يبهدل الولد الصغير، والولد الصغير يضرب الكلب، يبقى ده اسقاط، كل واحد اسقط على اللي بعده، اللي ما قدرش على الحمار يقدر على البردعه. ريبريشن اللي هو النسيان النشط، دي مش دينايل، دينايل يعني انكار، ريبريشن دي بيقوم بها العقل اللاواعي ينسيك المشكله. واديتكم مثال زي مثلا انا عندي ميعاد مع دكتور اسنان وكان ألمني في الميعاد اللي قبله جدا، فانا مش متصور اني هتعرض لهذا الالم تاني، انسى الميعاد تماما وفوته، مش بالوعي، مش بالعقل الواعي، بالعقل اللاواعي فعلا انساه. وبعدين رياكشن فورميشن، تكوين رد الفعل. يبقى دي الفاكتورز افكتنج كوبينج ويز ستريس، في انترنسيك واكسترنسيك. اكسترنسيك يعني السوشيال سبورت اللي هو المؤازره الاجتماعيه، انترنسيك قسمناهم الى سته، وكل حاجه قلت لك بطريقه تحفظ جميله. ثلاثه مورثين مالكش دعوه بيهم، جينيتك الجينات بتاعت حضرتك، وعليه التايب اوف بيرسوناليتي، يا منفض يا اما مركز، مركز او منفض. وبعدين البيرسون لوكس اوف كنترول، انت بتعزي المشكله لايه حسب برضه شخصيتك، هل انديفيديوال انترنال لوكس ولا المشكله من بره اكسترنال لوكس اوف كنترول، مالكش دعوه بيها. طيب نيجي بقى المانجمنت اوف ستريس. الستريس قلنا نوعان، يا اكيوت يا كرونيك. في الاكيوت ستريس كونديشنز بنحلها بطريقتين، هنا سيمتوماتيك يعني دراج تريتمنت، يعني نديك ادويه زي الانتي ديبريسنس، لو واحد عنده ديبريشن نديله انتي ديبريسنس، زي اللي هو قلنا سيلكتيف سيروتونين ري ابتيك انهيبيتور، وقلنا اشهر دواء فيها فاكرينه البروزاك، او انيكزوليتيك اللي عنده انيكزايتي، انيكزوليتيك يعني ياخد ادويه ضد التوتر، يبقى هنا العلاج بدراج. لكن في الامراض النفسيه ممكن عندنا علاج تاني اللي هو سايكوثيرابي، اللي هو زي الكرايسيس انترفينشن، يعني نعالج الكرايسيس انترفينشن في هذه الحاله. يعني ايه الكرايسيس؟ يعني بنركز هنا على الحاله الكرايسيس، كرايسيس يعني ازمه،
تدخل في الأزمة الحادثة، زي واحد مثلا حاول ينتحر خلاص. فاحنا بنركز على الحكاية دي ونحاول إرجاع الشخص لحالته قبل التفكير في الانتحار. ده يسموه crisis intervention، علاج نفسي، يقعد مع طبيب الأمراض النفسية ويفهموا الحالة السودة لهذه الدرجة، وما فيش أي داعي للانتحار، يغير يعني الفكرة اللي عنده دي. أو أشهر منها بقى CBT اللي هو Cognitive Behavioral Therapy، مشهورة جدا في الأمراض النفسية Cognitive Behavioral Therapy دي CBT. دي عبارة عن إيه؟ نوع من العلاج النفسي بنصلح فيه الكوجنيشن، يعني الإدراك، الإدراك والأفكار السلبية للشخص عن نفسه وعن العالم المحيط به، وعليه نصلح التصرفات الخاطئة اللي عنده. يعني بنصلح حاجتين، الثيرابي الحاجتين للكوجنيشن، الإدراك، الأفكار السلبية والخاطئة عن نفسه وعن الآخرين، وعليه نصلح البيهيفير، التصرفات اللي بتتبع عن كده خاطئة، وبالنهاية هيتصلح المزاج. ويبقى صلحنا ثلاث حاجات اكشوالي، اتنين موجودين قصادنا، كوجنيتيف بيهيفير الإدراك ده الكوجنيشن، وعليه البيهيفير هو التصرف، وبالحالة دي هنصلح الحالة النفسية. نيجي كرونيك ستريس بقى، نعمل فيها ايه الكرونيك ستريس دي؟ بنعالجها بخمس حاجات: ريلاكسيشن تريننج، بروجريسيف ماسل ريلاكسيشن، وده يطول فيها الشرح انك انت تراي تو ريلاكس. حتى احنا ابسط طريقة منها لما نشوف واحد متوتر نقول له اهدى اهدى ريلاكس، حتى بنقولها باللغة الانجليزية ريلاكس ريلاكس، مش يحصل حاجة، اهدى كده المشكلة مش تحل. لكن ليها طبعا درجات تانية بالتعاون، مثلا بقى نعمل مساج وحاجات زي كده، مساج ثيرابي مش مساج اي كلام يعني، عشان الشخص ريلاكس. وبعدين بروبر ريليجيوس ميديتيشن، ريليجيوس يعني ديني، ميديتيشن يعني تأمل عميق، praying to God. طبعا احنا في اي مشكلة وفي الضغط النفسي بوجه خاص بنتجه لربنا. يبقى اول حاجة ريلاكسيشن تريننج، قلنا ريلاكس وزي المساج ثيرابي، وبروبر ريليجيوس ميديتيشن تأمل عميق، وبرينج تو جاد. طيب نكمل نمرة ثلاثة بقى، بايو فيدباك. ايه بقى البايو فيدباك ده؟ احنا مفروض ان احنا عندنا الحاجات الانفولانتري فيسيولوجيكال ريسبونس اللي هي بالاوتونوميك نيرفس سيستم، الهارت ريت يزيد، الارتيريال بلاد بريشر يزيد، دي حاجات مفروض انفولانتري ما نتحكمش فيها. نتعلم ان احنا نبوت الانفولانتري فيسيولوجيكال ريسبونسز دي اندر فولانتري كنترول. طب واحد يقول لي عملناها ازاي؟ في ديفايسز دلوقتي مطلعاها ابلز ومطلعاها سامسونج وشركات كتيره، تلبس ساعه في ايدك اول ما ضربات قلبك تزيد، ضغطك يزيد، ده في انواع جديده بترسم الاي سي جي، يعني لما يحصل لخبطه سكيميا للهارت تعمل لك انذار تقول لك خد بالك في حاجه غلط، ضغطك عالي، الهارت ريت زاد، فانت تريلاكس وتهدى وما تتفاعلش مع الموقف، وبالتالي يحصل ده اسمه بايو فيدباك، انك يعني ترايل انك انت تو بوت الانفولانتري فيسيولوجيكال ريسبونسز بتاعت الاوتونوميك نيرفس سيستم تحت الفولانتري كنترول، انك تتنبه ليها وبالتالي تهدى، فتهدى الهارت ريت وتهدى الارتيريال بلاد بريشر عن طريق ديفايسز. ديفايسز بتديك الارم تحذير لما الارتيريال بلاد بريشر والهارت ريت والاي سي جي يتغير. طيب فيزيكال اكسرسايز، طبعا الرياضه دي بتطلع الاستريس، بدليل بيسموها واعده تاني ورك اوت، يعني انت بتطلع لجواك، من احسن الحاجات الرياضه. وقلت الرياضه انك تعمل على الاقل 150 دقيقه في الاسبوع موزعه على 5 ايام، يعني على الاقل نص ساعه 5 ايام في الاسبوع، ما ينفعش تاخدهم مع بعض، وطبعا كل ما زادت يبقى احسن. نمره 5 اليوجا، اليوجا دي نوع برضو الناس اللي تقعد كده يعني في موجوده في 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 اسيا، اليوجا دي جنوب شرق اسيا في الصين والحتت دي والهند، اليوجا يعني نوع من انواع كده تركز في حاجه، يعني تشتت ذهنك على الحاجات اللي تضايقك وتركز في حاجه معينه. او ريكرييشن، ترفيه، ان احنا نتفسح، ندخل السينما، نشوف مسرح، يعني ترفيه. ميوزك ارت، الميوزك طبعا بتخلي الواحد نفسيته تهدى، روح احضر حفله مزيكا تلاقي روحك هديت جدا. انا فاكر مره كنت يعني متازم جدا، وبعدين قعدت فتحت الاوبرا المصريه لقيت ميوزك، فاكر رحت قعدت حضرت الحفله وكانت ميوزك حتى روسي بس كانت رائعه، خرجت فيري ريلاكسد. دانسينج، الرقص بتطلع بها نوع زي الفيزيكال اكسرسايز، نوع من انواع الفيزيكال اكسرسايز. سوشيال اكتيفيتيز، اي نشاطات ممكن تعمل كده. طيب
نيجي بقى آخر حاجة الستريس and psychiatric disorders. إيه العلاقة بين الستريس والسايكاتريك ديسوردر؟ أي ستريس ممكن يكوز يعني إيه؟ يعني يتسبب participate يعني يساهم أو trigger relapses يعني يؤدي إلى انتكاسة في السايكاتريك ديسوردرز. يعني تصور الستريس ممكن يعمل أي سايكاتريك ديسوردرز من أول mood disorders يعني لخبطة المزاج وانكزايتي وتوتر لحد الجنون even psychosis. وقلت major stress may kill a man in 6 months. يبقى أي ستريس ممكن يتسبب هو نفسه أو يبقى في حاجة هو يساهم فيها participate أو يعمل لك انتكاسة المرض كان عندك من أول لخبطة في المزاج زي الانكزايتي لحد جنون. طب لو severe stress may cause acute stress disorder يعني جنون temporarily أو post-traumatic stress disorder. وأنا عاوز أتكلم على دول في عجالة كده. على فكرة الـ acute stress disorder ده prediction ان يحصل لك post-traumatic stress disorders. ايه بقى الـ post-traumatic stress disorders؟ يعني حالة يعني واحد بيتعرض لحالة نفسية قاسية زي جندي. اشهر مثال الجنود في الحروب. ممكن واحد فيهم يعني يجيله حالة من الجنون المؤقت acute stress disorder وبعد كده يجيله post-traumatic stress disorder. او واحد كان ضحية لجريمة إرهابية ممكن يحصل كده. أو حصل مثلا اتعرض لزلزال والعمارة بيبتدت تقع وبيجري قادر ينفذ بجلده بس بعد كده يتأثر نفسيا لأنه كان سيفير ستريس. يبقى الحاجات الضحايا الجرائم والحوادث والحروب يحصل لهم في وقتها acute stress disorders مقدمة إلى post traumatic stress disorder. وعلى فكره ممكن ما يحصلوش الاكيوت ستريس ديسوردر على طول يحصل له البوست تروماتيك ستريس ديسوردر وعاوز علاج نفسي طويل جدا. نيجي كرونيك ستريس. ايه عيب الكرونيك ستريس؟ ان انا لو متازم لمده طويله جدا ممكن الناس تحلها ازاي بقى بانها تتجه للادمان سابستنس ابيوز. عندنا في بلادنا بالمخدرات اكتر في بلاد الغرب اكتر الالكوهوليكس كحل المشكله المزمنه بيخرج من المشكلة المزمنة النفسية دي بأنه ياخد عقار أو ياخد الكوهوليكس. وبعدين سايكوسوماتيك ديسوردرز دي لسه قايلينها في الستيج اوف اكزوشن ازاي السبع حاجات الكارديوفاسكولار سيستم هيتأثر والسي ان اس والاندوكراين والريسبيرتوري والسكين والاوتو اميون. قلنا كل الكلام ده خلاص والجي اي تي السبعة دول. يبقى دي الستريس اند سايكاتريك ديسوردر. يبقى الستريس ممكن يتسبب يساهم او يعمل انتكاسة لأي مرض نفسي بدءا من لخبطة المزاج لحد سايكوزيس الجنون. طب السيفير ديستريس زي ضحايا الحروب قلنا والحوادث الارهابية والزلازل والحاجات دي كلها انه ممكن يحصل له بوست روماتيك ستريس ديس اوردر وممكن في اثناء الحادثة يحصل له اكيوت ستريس ديس اوردر مقدما انه يحصل له بوست روماتيك ستريس ديس اوردر او تحصل له عطول بوست روماتيك يعني بعد التروما ستريس ديس اوردر. طب كرونيك ستريس ممكن يؤدي الى ان الشخص يبقى سابستنس ابيوز يعني يبقى ياخد مخدرات. طب بوست تروماتيك ديس اوردر دي اللي قلناها اللي هي مرض يعني نفسي جسدي يعني امراض النفس بتؤثر على الجسد. طب قلنا السبع حاجات لو كنتوا فاكرين الكارديوفاسكولار من اول هارت اتاك والستروك اللي هي ممكن تقضي على انسان. قلنا طولت الناس بتموت بسبب الحكايه دي والريسبيراتوري يجي له يعني يجي له برونكا الأثمة يعني ضيق في النفس. وبعدين الجي اي تي اللي هو يجيله قرحة أو قرح في القولون أو القولون العصبي. وقلنا السي ان اس يجيله هيديك ومايجرين. وقلنا الاندوكراين يجيله تايب 2 دايبيتس ميليتس. والسكين تقع حتة من شعره يجيله بهاء اللي هو فيتيليجو. وبعدين قلنا ان الاوتو اميون ديزيز صور يجيله روماتويد ارثرايتس في الحاجات الصغيرة روماتويد ارثرايتس أو يجيله سيستميك لوبس. فدي حاجات صعبة جدا بسبب الستريس. الستريس ده مش حاجة نتجاهلها في حياتنا لازم نعالجها. وقلت وبأنهي مرة أخرى الكورس بتاع السايكولوجي إن الـ World Health Organization قالوا إن إن الستريس ده هو الهيلث إبيديميك بتاع القرن 21 وإن أكتر من 70% من الأمراض اللي هتحصل هتبقى متعلقة بالستريس وإنه تيكينج تايم بومب لازم ناخد بالنا منها ونتخلص منها. وقد كانت هذه المحاضرة مساهمة مني غير انها مع الاطباء لاي واحد مش طبيب يسمعها ك
كيف نتخلص ونتعامل مع الاسترس. وفي النهاية أشكركم على حسن إنصاتكم، وأتمنى أكون أفدتكم، وإلى أن نلتقي مجددا أسأل الله لجميعكم التوفيق. أشكركم شكرا جزيلا، شكرا، وألقاكم على خير بإذن الله.